مجلس المرأة السورية في رأس العين. منذ 9 من الشهر الجاري قامت تركيا بشن هجوم عسكري سافر بالتعاون مع الفصائل المرتزقة الموالية لها تحت مسمى نبع السلام لتحتل أجزاء جديدة من الأراضي السورية هما تل أبيض ورأس العين. وقد قامت تركيا ومرتزقتها بجميع الممارسات الإنسانية اللا إنسانية في الأراضي السورية من قتل وتهجير واغتصاب واستيلاء، إضافة إلى ما جرى من هذا العدوان من تغيير ديموغرافي، حيث بلغ عدد من نزح من رأس العين إلى يومنا هذا أكثر من 2200 ألف مواطن، بالإضافة إلى دمار في البنى التحتية. ولا نستطيع أن نغفل ما تتعرض لها النساء بوجه الخصوص من عنف وانتهاكات لحقوقها خلال هذا العدوان السافر، من انتهاكات واغتصاب واغتيال وأسر والجريمة اغتيال هفرين خلف والتمثيل بجثة الشهيدة أمارة وأسر جيتشك والكثير من الأسماء التي قامت الغزاة ومن مواليهم بجرائم بحقهن، يؤكد على دور المرأة في الدفاع عن أرضها وصمودها في وجه من يريد احتلال هذه الأرض. إنما تقوم به دولة تركيا اليوم من اجتياح لمناطق جديدة من الأراضي السورية يشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة، وقد تسبب بحصول كارثة إنسانية جديدة في سوريا، وخاصة بعد أن قامت باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا لقتل الشعب السوري وزادت الدمار في سوريا التي لم تتعافى بعد من آثار الدمار والتخريب التي حل بها، وهي محاولة لضرب التعايش السلمي المشترك بين شعوب المنطقة من كرد وعرب وكرد وآشور والسريان وتركمان والشركس وإيزيديين. وعلينا التنبيه إلى الخطر المحدق لما تقوم بها الدولة التركية، حيث يقع على عاتقنا سد الطريق أمامها لتجنب المزيد من المآسي والحروب والمجازر التي تنظر وجميع مناطقنا في سوريا التي تهدد الشعب السوري وأمنه وسلامته تحت حجج يعلم الجميع أنها وهي لا أساس لها من الصحة. إن العدوان التركي ضربة كبرى للتعايش المشترك بين الشعوب والأثنيات والثقافات في سوريا، وإحباط لأي مشروع حل سياسي يؤمن الاستقرار والأمان في سوريا على أساس الحياة التشاركية الحرة بين شعوب سوريا، خصوصا بين شعوب المنطقة عموما، كما أنه يستغل الصمت الدولي تحقيق مطامعه ليصبح بذلك خطرا أكبر من داعش في وقت كانت فيها الشعوب بدأت تتنفس الصعداء مع بدء الانتهاكات انتهاء من كابوس داعش الظلامي. باختصار فإن العدوان التركي على الأراضي والمدن السورية سواء بالتهديد أو أشر بذريعة إقامة المنطقة الآمنة يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدخل في خانة الإبادة الجماعية بحق مكونات الشعب السوري، كما أنه يشمل على جرائم التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي والتهجير القسري بحق الشعوب السورية والمنطقة، ما يقتضي المحاسبة بدورها الفعال المأمول منها وأن تلتزم بمبادئها ومعاييرها الحقوقية والإنسانية والإخلاقية في عملها، انطلاقا من أن كل صمت هو دليل على المشاركة في هذا العدوان، كما نطالب قيام المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية وخاصة تلك المهتمة